وزراء محترمين، يسعدني أن أحتفل باحتفال اليوم. اسمحوا لي أولاً أن أهني بتهنئة حرة نيابة عن السفارة الصينية لدى مصر. وتعرفون تعاون الصين مع مصر الخير لتوفير فرص لطلاب في عدد 25 طالب من مصر للدراسة في الصين. وحتى الآن قد نجح هؤلاء الطلاب بالتوفيق وحصل على النتائج الناجحة. ترحب الصين بأكثر وأكثر طلاب مصريين إلى الصين للدراسة وزيارة. وهذه زيارة ثانية للسيدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين منذ تولي منصبه كرئيس الجمهورية. تقدر الصين بالتقدير عالي لكل التعيين السياسي من الجبهة المصرية. وسيحضر فخامة الرئيس العرض العسكري الضخم لذكرى 70 سنة لانتصار الشعب الصيني في الحرب العالمية الثانية. ونود الحكومة الصينية أن نستمر التعاونات في كل المجالات مع الحكومة الصينية. وشكرا جزيلا.